أن 9 اتفاقيات أبرمت وأمضيت في خلال هذا اللقاء، اتفاقيات هامة، اتفاقيات ميدانية لتعزيز وتدعيم العلاقات الثنائية في عدة قطاعات اقتصادية أو بيئية أو في السياحة أو حتى في التكوين وحتى في الإعلام. فالشيء المؤكد اليوم أن العلاقات الثنائية دعمت سنوات بعد سنوات وعرفت قفزة نوعية خلال السنة الماضية، حيث كمثال برك في الصناعة فيه تقريبا عدد كبير من شركات مختلطة حسب 49-51 اللي أنشئت ما بين شركات عمومية جزائرية وشركات برتغالية في مجال الصناعة. ففيه تطور، فيه طلب كذلك في قطاع الطاقة بصفة عامة لتأمين أوروبا وتأمين البرتغال من جانب الطاقوي، فطرقنا لهذه القضايا. فيه كذلك شراكة في إنجاز السكنات، وكان المفروض يكون فيه إنجاز تقريبا حوالي 50,000 سكن من طرف شركات مختلطة جزائرية برتغالية، ولكن ما زالت ما انطلقتش في الميدان. حنا لحينا باش إذا فيه مناقشات إضافية ستواصل وننطلق في هذا البرنامج. فبصفة عامة العلاقات الثنائية تدعمت أكثر، وبالأخص بعد الفتح مؤخرا نتاع الخط اللي يربط ما بين لشبونة والجزائر العاصمة عن طريق رحلة أو رحلتين في الأسبوع، وسيدعم أكثر في المستقبل. هذا راح يسهل كثير، راح يكون فيه كذلك لقاء تاع رجال الأعمال الجزائريين مع زملائهم البرتغاليين لتدعيم العلاقات الثنائية، لأن نحن كنا واضحين تماما بالنسبة لزملائنا البرتغاليين أن الاتجاه نتاع الاقتصاد الوطني هو اتجاه تطوير الاقتصاد خارج المحروقات، وبالأخص بالنسبة للمجالات 5 اللي عندهم الأولوية: قطاع الفلاحة والصناعة والسياحة والطاقة والرقمنة بصفة عامة، أو كل ما هو متعلق بالمعلوماتية. فهذا هو اتجاه. من جانب السياسي كذلك فيه ما فيه حتى إشكال بالنسبة للبرتغال والجزائر، فالعلاقات الثنائية من جانب السياسي في المستوى المطلوب، فيه نفس وجهة النظر بالنسبة للقضايا الجهوية سواء في الساحل سواء في ليبيا، سواء كذلك حتى بالنسبة للتطورات الخطيرة يعرفها الشرق الأوسط عن طريق داعش وما يشبه ذلك. فالشيء المؤكد اليوم أن الخبرة الجزائرية صبحت معترف بها، الخبرة الجزائرية من جانب هذا، لأن احنا دعاة سلم، احنا دعاة سلم، احنا دعاة أن كل الأزمات مهما كانت نوعها لابد أن نمشي في الشق السياسي، ما نمشيش مباشرة إلى الحل العسكري، لأن هو اللي ممكن يؤدي إلى تصاعد الأوضاع. هذه هي طريقة العمل اللي اختارتها الجزائر. واليوم كلكم على علم أن تقريبا 20 ممثل للحركات الليبية راهي في الجزائر العاصمة، راح نساعدهم باش إن شاء الله هما يناقشوا بعضهم بعض، انطلاقا من مبدأ أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الدول بصفة عامة، وكذلك احنا نطلب أن وحدة الوطن، ندافع على وحدة الوطن
المبدأ الوحيد هو مرحبا بالتقسيم نظام الحكم، ولكن الرفض بالنسبة للتقسيم الأراضي. هذا هو الاتجاه اللي رانا ماشيين فيه. وبعد ما وصلنا إلى نتيجة مرضية في مالي وفي تونس كذلك، إن الجزائر قامت بواجبها، فنتمنى إن شاء الله ولو في ليبيا الإشكال أصعب، ولكن نتمنى إن شاء الله أن النظرة الجزائرية هي اللي تنتصر لفائدة الشعب الليبي وحده لا أكثر ولا أقل. هذه هي على كل حال خلاصة حول اللقاء اليوم مع دولة الوزير الأول البرتغالي والوفد اللي رافقوا مع الوفد الجزائري، وسيكون لقاء فما بعد مع رئيس الجمهورية ما بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية. وشكرا.